هذه هي السلطة المتحكمة والتي حددت اللعبة الديمقراطية والتي حددت أنه لن يأتي يحكم مصر في هذه الفترة بعد ما يسمى الثورة إلا رجل علماني بالتوافق مع الإخوان المسلمين. الآن أدعياء السلفية يؤيدون عبد الغني مفتوح، والجماعة الإسلامية تؤيد عبد الغني مفتوح. ما عبد الغني مفتوح؟ عبد الغني مفتوح علماني قح، عبد الغني مفتوح علماني قح، بل عبد الغني مفتوح هذا يقول يعني يصدر آراء لا يستطيع العلماني أن يقول، يقول لك بينفي حد الردة ماشي، ويعني هذا مصيب. يعني أنت لو جبت ما يسمى سي في لهذا الرجل هتلاقيه رجل أسوأ من العلمانيين. مين اللي بيأيد اليوم؟ اللي قالوا إن إحنا هنخش ديمقراطية منضبطة بالشرع، الدعوة السلفية. كذبوهم، هم لم يقولوا هذا، هم خدام للمجلس العسكري وخدام لكل طاغوت يأتي، قد يعني أدمنوا لعق أحذية الطواغيت. كل طاغوت يأتي هم عملاء له، هم عملاء له، يخدعون الناس باسم الإسلام، يخسرون الناس، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. هذا الطرف الأول، طرف المتحكم، ثم طرف المرشحين، المرشحين بالمصائب، حتى بما فيهم الشيخ حسن إسماعيل، حتى بما فيهم الشيخ حسن إسماعيل، الشيخ حسن إسماعيل لما ابتدى حس إن هو قرب قال كلام أسوأ كلام، أنا هنجيبها عند تاني، الطرف التاني هم المرشحين، قبلوا بالعملية الديمقراطية على فكرة على أساس الديمقراطية بمذهبها وفلسفتها. مش على اساس مش على اساس اليات فقط. الدليل على ذلك الشيخ صلاح ابو اسماعيل، حازم صلاح ابو اسماعيل له تصريح عجيب جدا، هو له تصريحات كثيره جدا، يعني تصور ان هو عشان يرضي مع الصلاه الصليبه يقول انا اسمح للمسيحي ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كذاب. وهذا كما قال الشيخ ابن تيميه في كتاب الصلاه المنصور، هذا أنا ما يعني هو حكم ذات نفسه إيه هو؟ أنت من أنت حتى تسمح بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت من أنت حتى تسمح بأن أنت لا يجوز سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ذميا سب النبي صلى الله عليه وسلم فجزاؤه القتل وذمته تخفر. ماشي، قال هذا، قال هذا لإرضاء العسى يا أخي. ولذلك الصليبيين عطوا له 30,000 صوت، 30,000 توكيل. وبعدين قال ايه تاني؟ انا بقول لكم ده افضل واحد، عشان تعرفوا ان هم لما نزلوا في وحده ديمقراطيه ما نزلوش بالآلية، نزلوا بالمذهب. قال لابد ان يكون هناك رئيس تنافسي، هذا كلام الشيخ، هذا موجود في جريده المصريون الالكترونيه، بس اذكر انا ليه مقال ذكرت هذا الكلام بالنص وبالوقت وباليوم. يقول لابد ان يكون هناك رئيس تنافسي، هذه هذا مذهب الديمقراطيه، هذا هذا مش مدريش الديمقراطيه، هذا مذهب الديمقراطيه، هذا مذهب، هذه فلسفه الديمقراطيه. ما قال مره يحكمنا اشتراكي ومره ياتي رئيس ليبرالي ومره ياتي رئيس مسلم. فقلت له في المقال يا شيخ هو مش ده الطلب الذي طلبه المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، ان يعبد الههم عام وان يعبدوا الهه عام؟ فانزل الله عز وجل قل يا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولا دين. حتى حين تقول يحكم مره ليبرالي ومره استرالي ومره اشتراكي ومره امريكا، يعني هنعبده الاشتراكيه 4 سنوات، اله الاشتراكيه 4 سنوات، هنعبده اله الرئيس 4 سنوات، وبعدين نعبده اله الاسلام 4 سنوات. هذه مذهب الديمقراطيه، ليست وزيره الديمقراطيه، ليست وزيره الديمقراطيه. وبعدين طبعا هنجيب بعد كده ان هو قال ان انا خلال الـ4 سنوات الاولى لولايتي مش هطبق الاسلام،
الأول قال 5 سنوات وبعدين رفع المزاد إلى 10 إلى 15 سنة إلى 10 إلى 15 سنة وبعدين قال بعد 10-15 سنة هبدأ التطبيق بالتدريج. الله أكبر، هذا أفضل. فلا تسأل طبعا عن عبد المنعم ولا عن سليم العوة ولا 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 ولا. فهؤلاء المرشحون اللي هو الطرف هذا الطرف الأول، الطرف الثاني مرشحون قد رضوا بالديمقراطية حين نزلوا في وحلها، رضوا بمذهبها. و الناس اللي بتنتخب يا اخوانا، هل بين لهم العلماء؟ العلماء اللي قعدوا يتعاركم على الديمقراطيه وجواز دخول الديمقراطيه وعدم جواز الديمقراطيه وجواز الاحزاب وعدم جواز الاحزاب، والناس مش فاهمه حاجه. طيب الفتره اللي اخذوها 1.5 سنة يناقشوا ويعلموا الناس جواز دخول الديمقراطيه، هل علموا الناس ايها الناس لا يجوز لكم حين تختاروا الا ان تختاروا الاسلام؟ ايها الناس انكم ان اخترتم غير الاسلام فقد كفرتم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها الناس، هل علموا الناس أنه لا يجوز أن يختاروا بين علماني وبين ليبرالي وبين، هل علموا الناس هذا؟ والله ما علموا الناس هذا. بل واحد فقيه مصري بيقول لك احنا عايزين حكومة تكنوقراطية. تعرف يعني حكومة تكنوقراطية؟ يعني حكومة لهاش دين، حكومة تكنوقراط، حكومة مالهاش دين، حكومة مالهاش هذا. طب يعني الفترة يا اخوانا يقول لك ايه البديل؟ المشكلة هو ايه البديل؟ يعني انتوا قعدتوا 1.5 سنة أضللتم الناس وأدخلتهم في الحزب وأدخلتهم في الأحزاب وميتهم ودخلتهم في واحدة ديمقراطية، بدل البديل بدل 1.5 سنة ديت كان عندكم حرية في القول، وكان عندكم حرية في الفعل، وكان عندكم حرية في الانتشار، أن تعلموا الناس أيها الناس لا يجوز لكم إلا أن تختاروا شريعة الله عز وجل أن تختاروا. هذه المسألة الأولى، وهذه سريعا. لا يمكن استحالة الفصل بين الديمقراطية كمذهب. المسألة الثانية سريعا، التضرر في تطبيق الشريعة الإسلامية. أولا التضرر ده حاجة عجيبة. يعني ما معنى التضرر يا إخواننا؟ معنى التضرر إن إحنا نقض بعض الإسلام ونترك بعض الإسلام، هذا معنى التضرر. لأن هم بيستدلوا بكلام عمر بن عبد العزيز اللي هو بيقول يا بني إن إحنا كل يوم 100 بدعة وأحيي سنة ومش عارف إيه. استدلال باطل وقياس فاسد. هم يريدون أن يقيسوا البدع والمعاصي على الشرك بالله عز وجل. هل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في دولة تحكم بالياسق؟ هل عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء ليحكم بالياسق عاما ويحكم بالإسلام عاما؟ عمر بن العزيز جاء والدولة الإسلامية ده كان في سنة 99 هجرية، في أواخر السنة القرن الأول الهجري. التدرج يا اخوانا يعني ايه؟ يعني هم هياخدوا بعض الاسلام والشهره. طب ايه الضابط اللي هيتركوا بيه وياخدوا بيه؟ عايزين نعرف على هواهم. يعني انت بتقول لي هنطبق التدريج، طب التدريج ده عباره عن ايه؟ هتختار من الاسلام بعضه وتترك بعضه. طب ايه الضابط اللي هتختار بيه وايه الضابط اللي هتترك بيه؟ طب هتذهب فين قول الله عز وجل واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك؟ فقيد مصري يقول لك ان احنا لو واحد قال انا هطبق الاسلام جمله ده عرض يا سيدي، بس حكمك هيبقى ايه في الشرع؟ لما تعرض العيل يطبق عليك حكم الله يبقى حكمك ايه في الشرع؟ يبقى المساله الثانيه ويتدرج، لا يجوز التدرج في شريعه الله. طبعا والوقت ضيق، كنت اقول لكم كيف ان الشريعه على فكره ما فيهاش التعقيدات دي كلها. طالبان يا اخوانا طبقت الشريعة بسهولة جدا، هم هنا عايزين يعقدوها ويعقدوها، مش محتاجة جهابذة ولا محتاجة ماشي. وفي الصومال بيطبقوها بسهولة جدا، وفي مالي لما في تنبتكو في هذا طبقوها بسهولة جدا. هم هنا بيتمحكوا عشان ما يطبقوهاش، يقول لك الناس ومش الناس وامريكا واسرائيل ومش عارف مين. هم في الحقيقة يريدون أن يرضوا اليهود والنصارى على حساب الله عز وجل، ولا يرضوا الإسلام، يرضوا العلمانيين،
يقولوا كلام يرضي العلمانيين ويرضوا الليبراليين ويرضوا الامريكيين ولا يرضوا الله عز وجل. كان الله عز وجل ليس في حسابهم بتاتا، وهم يتحدثون يريدون ان يرضوا العلمانيين ويريدون ان يرضوا الناس ويريدون ان يرضوا الامريكان ويريدون ان يملوا ارض له، اما الله فليس في ذهنهم ابدا ان يرضوه ولا يخافون منه. والله لو كان احدهم يخاف من الله عز وجل ما اصدر هذه التصريحات ابدا، ولكنه عينه على امريكا، عينه على اليهود، عينه على الناس، عينه على الليبراليين، عينه على، اما الله فهو غائب عنه. النقطة الأخيرة الذي التعليق الأخير الذي أريد أن أقول أن الآن الوقت عصيب، وأنه لابد أن تتوحد الجهود. وقال الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الكفرة العلمانيين مع الليبراليين مع المجلس العسكري مع مش عارف مع مين، بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه الا يكون بعضكم ولي لبعض تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وفساد ذات البين، فان الحالقه لا اقول تحلق الراس ولكن تحلق الدين. هناك اتجاه، انا بقول هذا، هناك اتجاه في التيار الجهادي، اتجاه عجيب جدا، يريد ان يحاسب الناس ويريد ان يحاكم الناس ويريد ان يتربب على الناس، يريد ان يضيق واسعا كل من اختلف معاه في مساله عايز يسقطه. طب وبعدين هنقعد لوحدنا؟ كل من اختلف معاه وبعدين يفتشوا في تاريخ الناس ويقول لك اصل ده في يوم من الايام كان بيقعد مش عارف مين، وده كان بيقعد في مش عارف عمل ايه، وبعدين تعرف هنوصل زي ايه؟ هنوصل زي التكفيريين في النهايه، يبحثون عن نقاط الخلاف ولا يبحثون عن نقاط الاتفاق، يقعدوا مع بعض يقولوا طب تطلع بطاقه يقول لا يبقى انت كافر، بعد ما كان اربعه بقى اثنين، وبعدين الاثنين يقعدوا يقولوا انت بتدفع في المواصلات، دي حاجه بتحصل صح؟ انت بتدفع في المواصلات، بعض قاعدين يفكروا في حاجه عشان يكفروا بعض، انت بتدفع في المواصلات يقول لا ايوه انت عظيم تبقى انت كافر، واحد منهم كان بيقول والله في السجن ما فيش عصفوره عدت على السجن لما كفرتها. هو فرحانين بكده. في تيار بقى في التيار الجهادي عايز يعمل الحكايه دي، عايز يعمل ايه بقى؟ التيار الجهادي طول عمره تيار واسع يا اخوان، تيار واسع يقبل الناس الذين يقولون بعرض الجهل والذين يقولون بعرض الجهل والذين يقولون ان العمل شرط صحه والذين يقولون العرض مش عارف ايه، ماشي. اما هناك ناس بقى عايزين يسقطوا كل الناس الا انفسهم، فريق من الناس طالع جديد، وبعدين اسمعوا على النت وشوفوا بقى الكلام بلا. هذه الحالقه، هذا الحالقه في النهايه والله سيصل الى اما الى التكفير واما الى الحداديين اللي هم عايزين يسقطوا كل الناس، لدرجه الحدادين بقى اللي هم المرجئه اللي هم ضد التكفير، ماشي. الحدادين طلعوا كانوا طلعوا على المنابر يقولوا لابد من حرق كتب ابن حجر العسقلاني والنووي. طبعا سيد قطب ده مكفرينه ومطلعينه عشان مش عارف عمل ايه. فلو فتشنا يا اخوان، لو التيار الجهادي صار على السيد اللي انا شايفه دلوقتي اني ارى اخر الامر باول الراي، ارى اخر الامر باول الراي، لو التيار الجهادي صار على هذا الطريق ده فلان دوت مش عارف قال خالفنا في المساله الفلانيه اسقطه، فلان دوت كان في يوم من الايام قال كذا اسقطه، ما تقعدش مع فلان ده عشان كذا كذا ومش عارف ايه كده، والله التيار دوت هينتهي الى التفتت ويتفتت ويتفتت ويتفتت. هذا اتجاه خطير ما كانت في هذا التيار قبل ذلك. فاقول الله فاقول يعني مرة أخرى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا